مشاهدينا عبر قناة الإيمان، مستمعينا عبر أثير إذاعة البشائر، أسعد الله صباحكم وأهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في برنامجكم اليومي يسألونك عن الإنسان والحياة. ضيفنا اليوم هو فضيلة الأستاذ الشيخ زهير قصان، ومن يود أن يتواصل معنا عبر الهواء ما عليه إلا الاتصال على الأرقام التي سوف تبين بعد قليل على الشاشة. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ، حياكم الله وأسعد سعد الله صباحكم إن شاء الله. سعد الله أيامكم. الله مولانا. مولانا، بداية نبدأ بفقرة الأسئلة، أسئلة الاستفتاءات. السؤال الأول يقول: لو سمحت، نحن بالضيعة ودائما أجد فضلات الخفاش على الغسيل، هل هذه الفضلات طاهرة أم نجسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للحشرات التي لا نفس سائل لها، يعني بحيث إذا ذبحت لا تشخب دم، فهذه لا تعتبر فضلاتها نجسة. أما بالنسبة للخفاش والفأر وما إلى ذلك، فالظاهر أنه من ما له نفس سائلة وهو غير مأكول اللحم، فبالتالي فضلاته نجسة، بوله غائطه كذا، فهو نجس ولا بد من التطهير. هل صحيح أن إبليس كان من الملائكة؟ السؤال الأول يقول: أولا إبليس ليس من الملائكة. إبليس بحسب النص القرآني هو من سنخ وجنس مغاير تماما لجنس الملائكة. الملائكة مخلوقات نورانية، وإبليس مخلوق ناري من الجن. إبليس من الجن وليس من الملائكة، وإنما كان مع الملائكة يعبد الله سبحانه وتعالى. هذا هو. ما هو الأبتر في سورة الكوثر؟ إن شانئك هو الأبتر. مقصود بالأبتر هو مقطوع الذيل. بتر مولانا، من كلمة بتر. البتر من القطع، ويكنى ويعبر بالأبتر عن الإنسان الذي لا يترك ذرية وراءه، لا سيما من الذكور، حيث كان العرب يعتبرون أن الرجل إذا لم يخلف ذرية من الذكور كأنه مقطوع الذكر. فهذا تشبيه، أن كما الحيوان إذا قطع ذيله يقال له أبتر، كذلك الإنسان إذا قطع نسله من الذكور ومات ولم يترك ذكورا خلفه فهو مقطوع، يعني كأنه لا عاقبة له، لا عقبة له، ولا يخلف وراءه ذكر. فلذا عندما نظر العرب المشركون في تلك الفترة الزمنية في زمن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ووجدوا أن النبي يموت ولا يترك أولاد ذكور خلفه، فإذن هو أبتر، أي مقطوع الذكر لا عقب له، فكانوا يمنون أنفسهم بأنه بموت النبي صلى الله عليه وآله ينقطع ذكره وينقطع نسله ولا يبقى له ذكر، فكانوا يعبرون بهذا التعبير، ينعتون النبي ويعيرونه ويعيبون عليه بأنه أبتر. فجاء الوحي الإلهي يطمئن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويطيب خاطره حتى لا يكترث ولا يهتم لهذه التعبيرات، فكانت السورة المباركة: إنا أعطيناك الكوثر، أي أعطيناك الخير الكثير والذكر الكبير، فلا تبتئس ولا تغتم والتفت إلى رسالتك، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يعني اشتغل برسالتك، تابع مهمتك، إن شانئك هو الأبتر، إن هؤلاء الذين يشنؤونك ويعيرونك ويعيبون عليك هم الذين سينقطع ذكرهم ويمحى ذكرهم في العالم، أما أنت فسيبقى ذكرك حيا ما دامت الحياة الدنيا. وهذا ما نلاحظه في واقعنا، أن ذكر النبي صلى الله عليه وآله
مقرون بذكر الله في كل زمان وفي كل مكان. ناخذ اتصال مولانا على الهواء مباشرة، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. اهلا يا اهلا وسهلا مولانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اذا واحد فات على الجامع نهار الجمعة بده يصلي صلاة كان في شايخ انه ما بيحب يصلي او ايش في شيء هيك، كيف بده يصلي؟ كيف يعني في شيخ وما بيحب يصلي؟ ما يعني بس وضح السؤال شوي يعني حتى نعرف نجاوب. اذا واحد بده يروح على الجامع يصلي صلاة الجمعة، نعم، في شايخ مثلا ما بده يصلي وراه، يعني في على يعني امام المسجد أصدق. امام المسجد، نعم. نعم. كيف بده يصلي؟ بيصلي في راضي او وضحت ماشي ماشي ان شاء الله. يلا شكرا على هذا الاتصال. لا طبعا هون يعني إذا أنا دخلت إلى مسجد، أفرض أنا عندي نظرة معينة بالإمام أو عندي معرفة معينة بالإمام تجعلني لا أطمئن للصلاة خلفه، فهنا ما في داعي أدخل للمسجد في وقت صلاة الجماعة وانعقاد الجماعة، لأنه إذا بدي صلي فرادة وكانت صلاتي فرادة ستؤثر على سمعة الإمام وعلى نظرة الناس للإمام فهذا مشكل، فالأفضل يؤخر دخوله إلى المسجد إلى ما بعد قضاء انقضاء صلاة الجماعة وبيدخل يصلي على كيف يعني. هلا هو إذا عنده قناعة بأن الإمام غير مؤهل، هلا أنت مقتنع بس ما لك حق تجي تشهر بالإمام وتقعد تصلي فرادة بحيث تلفت النظر إلى أن هذا الإمام عنده مشكلة، تكون فتنة بالمسجد مولانا. فلذلك الأفضل ما يدخل، يصلي يدخل بعد ما تنقضي الجماعة وتخلص يدخل هو يصلي وحده. مولانا هنا السائل يقول: شخص في بعض الأحيان لا يقدر أن يخلع حذائه فيصلي في حذائه وهو جالس على الكرسي لأنه لا يقدر أن يسجد لسوء صحته، هل تبطل الصلاة بالحذاء؟ إذا كان مضطر للبس الحذاء ولا يستطيع خلعه لأسباب صحية أو ما شابه ذلك، خصوصي بعض الناس اللي بيكونوا يرتدوا مثلا أحذية طبية للعلاج ولا يستطيع أن ينزعه في كل وقت وهو مضطر أن يصلي من جلوس على الكرسي أو ما شابه ذلك، فلا إشكال في صلاته. مولانا أيضا هناك سؤال يتعلق بالظلم، يعني السائل يسأل يقول: إذا أنا عفوت أو إذا لم أعفو أنا عن الظالم فهل الله عز وجل يعفو عنه؟ الله سبحانه وتعالى بالنسبة لحقوق الناس لا يتنازل عنها إلا إذا تنازل أصحابها، فبالتالي حبب إلينا الله أن نعفو ونصفح، فكما نحب أن يعفو عنا الله ويصفح عنا الله كذلك حبب إلينا أن نعفو ونصفح عن الآخرين الذين ظلمونا، فلذلك يعني لا بأس للإنسان أن يتنازل ويعفو ويصفح عن حقه ويعفو عن من ظلمه، وهذه من شيم الإيمان وصفات المؤمنين والمتقين الذين يريدون أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتخلقوا بأخلاق الله عز وجل، لا سيما إذا حصل اعتذار من الشخص المذنب والمخطئ معي، فالأفضل والأحسن أن أعفو وأصفح. فعلا تلك من مكارم الأخلاق سمحت الشيخ. طبعا مولانا السائلة تسأل هنا يعني موضوع فعلا هو في منتهى الإشكالية، تقول: لدي ابن يعيش في ألمانيا ومتجنس ألمانية بالجنسية الألمانية، تقول: وكل ما يريد أن يسافر إلى بلده الأصل ويتزوج ترفضه البنت بحجة أنها لا تستطيع أن تسافر وتريد الاستقرار معه في بلده الأصلي. فتقول المرأة السائلة: هل يعني المرأة حينما تتزوج من المفروض أن تتبع زوجها أينما كان؟ فكيف يمكن حل هذه الإشكالية سمعت الشيخ؟ لا هو بإمكاني من بداية الأمر أن يشترط عليها قبل أن يتزوجها، أن يشترط عليها أنه أنا أعيش في بلد معين، والامرأة التي أريد أن أتزوج منها لابد أن تعيش حيث أعيش وتسكن حيث أسكن، هذا هو الأصل.
أما إذا لم يقل لها، فأفرض امرأة جاءت وتزوجت من رجل في لبنان وهو لم يخبرها أنه يعيش خارج لبنان، وهي تزوجت منه على أساس أنه في لبنان ويعيشان معا في لبنان كذا، ثم فاجأها بأن يريد أن يأخذها معه، فهو لماذا يوقع نفسه في هذه المشكلة وهذه الورطة؟ فمن البداية يوضح من قبل أن يتزوج أنه أنا أريد أن أتزوج من هذه الإنسانة وأريد أن أعيش في المكان الفلاني، فهل تقبلين العيش معي في هذا المكان أو لا تقبلين؟ إذا قبلت يتزوج، إذا لم تقبل يبحث عن أخرى. هذا هو ببساطة مولانا. طبعا السائلة تقول أني يعني طردني زوجي من بيتي، بيت الزوجية، وأنا أقطن عند أهلي الآن مدة 3 أشهر ولم يدفع لي نفقة. مولانا ماذا أعمل؟ تبقى النفقة في ذمته دين حتى يؤدي، يعني حتى لو كانت تركت البيت مولانا، إذا هو طردها مرة هي تركت البيت يعني. نعم. إذا هي تركت البيت من دون أن يخرجها هو فلا تستحق النفقة. إذا هو لم يطردها، هو لم يخرجها من بيتها وإنما هي خرجت، فبمجرد خروجها من بيت الزوجية وعدم التزامها ببيت الزوجية لا تستحق النفقة. أما إذا هو أخرجها قهرا وطردها من بيت الزوجية فتبقى مستحقة للنفقة طيلة المدة التي تعيش بها خارج البيت ولم ينفق عليها، هي وتبقى النفقة دين في ذمته. هي الإشكالية مولانا بين المدعي والمدعى مولانا. هل هذا بحث آخر؟ يعني أنا بيّنت المسألة من الطرفين. نعم نعم. إذا خرجت هي بإرادتها أو هو أخرجها. يعني أحيانا في مقام الخصام مولانا يعني كل حد يدعي طرف، يعني هل هنا عندما نريد أن نقضي بين الطرفين لابد أن نسمع منهما ونتثبت من الوقائع والبينات وعندها نحكم. لكن أنا أبين الحكم فيما لو ثبت هذا أو ثبت هذا. إذا ثبت أنه أخرجها وطردها من غير حقين فيبقى حقها بالنفقة ثابت ويتحول دين في ذمته ولها أن تطالب به مهما طالت المدة. أما لو هي التي خرجت من دون أن يخرجها وهو متمسك بها، إذن هي ناشز، وهو يدعوها إلى أن تعود وهي لا تستجيب، فهي ناشز وبالتالي تسقط نفقتها ويسقط حقها في النفقة. أما هل عند الخصام وعندما يتقدمان بدعوة فلا بد لكل منهما أن يقدم بيناته ومعطياته حتى يحكم على ضوئها. يعني نحن الآن لسنا في مقام الحكم وإنما في بيان الفتوى، يعني الفتوى طبيعي طبيعي على الحكم الشرعي، يعني القضية لأنه في مقام الحكم مثل ما تفضل كل إنسان يدعي ما لديه، مجرد يعني دعوة فلان لا يكفي. مولانا بالنسبة للزواج، عقد الزواج سواء المنقطع أو الدائم مولانا، هل يجوز إجراؤه أو إيقاعه بغير اللغة العربية؟ يعني بحسب فتوى سماحة السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه لا مانع من ذلك، أن يتم عقد الزواج بصيغة تدل على المعنى. يعني إذا لم يكن كل من الرجل والمرأة قادرين على اللغة العربية أو على الأقل أحدهما ليس قادر على اللغة العربية وإنما يفهم لغة أخرى، إنجليزية، فرنسية، ألمانية، أي لغة من اللغات، ويريد أن يعقد، فيمكن للمرأة أن توجب بالصيغة وباللغة التي تتقنها وأن تأتي بالألفاظ التي تدل على المعنى الذي نريد تحقيقه، وكذلك المجيب والقابل اللي هو الرجل أيضا يجيبها ويقبل بعبارة ولو كانت بغير اللغة العربية تدل على المعنى. فإذا استخدما لغة واستخدما مفردات اللغة التي تدل على معنى الزواج، يعني هي لابد أن تقول له زوجتك نفسي وهو يقول لها قبلت التزويج، فإذا قالا هذه العبارة باللغة العربية أو بلغة أخرى بديلة بما يدل على المعنى فلا مانع من ذلك. بالنسبة للمهر مولانا، هل يمكن يجوز أن يكون بغير صيغة المال كالثياب والطعام؟ أي شيء له قيمة مالية، ثياب، طعام، أي شيء، أي شيء ولو عمل. أفرض مثلا قالت له زوجتك نفسي على أن تبني لي جدارا أو تحرث لي الأرض
أو تخيط لي كذا، جعلت المهر عملا ما، ما في مانع، المهم أنه هذا العمل له قيمة مالية معينة وجعلت مهرا، أو مثلا أن تحضر لي الشيء الفلاني حتى لو لم تكن تعرف ثمنه، هم هي حددت مواصفات معينة وبينت مقدار معين وتم الأمر. هنا الإشكالية أحيانا يعني، وهي مسار بحث مولانا وخلاف فيما يتعلق بسقوط المهر أو عدم إيفاء المهر من الزوج، يعني هل يعني يكون هناك إشكال في عقد الزواج مثلا إذا كان هناك خلل في ذكر المهر مثلا، أولا نسيان ذكر المهر في الزواج؟ أولا بالنسبة للزواج الدائم لا يشترط فيه ذكر المهر، لا يشترط في صحته، ذكر المهر غايته إذا ذكر المهر يلتزم بما ذكر، وإذا لم يذكر المهر ولم يكونا قد اتفقا على مهر معين قبل إجراء العقد، يعني تارة يتفق بين الطرفين على مهر معين لكن عند إجراء الصيغة لا يتم ذكر المهر وإنما يتم العقد بناء على ما توافقا عليه، فيعتبر هذا المهر الذي توافقا عليه قبل إجراء الصيغة هو المهر المسمى وهو المهر المعتبر. يعني أفرض مثلا الرجل والمرأة توافقا على أن يكون المهر هذا الفنجان، لكن عندما أجريا الصيغة لم يذكرا المهر في ضمن الصيغة، فلا إشكال، المهر صحيح، الزواج صحيح والمهر صحيح، لأنه عقدا زواجهما على أساس المهر المتفق عليه، وتارة أصلا لم يتفق ولم يتكلم في موضوع المهر كلية وعقدا عقد الزواج، فهنا تستحق مهر الأمثال. مهر الأمثال، مهر الأمثال، يعني هذه الإمرأة بوضعها الاجتماعي بحيثياتها الاجتماعية العرف ماذا يقضي لها، ما هو المهر المتعارف عليه لأمثالها، تارة تكون بكر تارة تكون ثيب وهكذا. هذا إذا لم يتم ذكر المهر أو الاتفاق على المهر قبل إجراء العقد، هذا في الزواج الدائم مولانا. الزواج الدائم. أما الزواج المنقطع فلا بد في صحته من ذكر المهر والمدة. إذا سقط المهر مولانا يبطل العقد. يبطل العقد بطلان. نأخذ اتصال مولانا، تفضل. صباح الخير. سلام عليكم. أهلا وسهلا عليكم. سلام شيخنا. يا هلا أبو محمد. جمعة مباركة. الله يبارك فيك يا رب. الله يخليك. الله يسلمك. محمد اللي خلالنا هالصوت اللي دائم يعني. الله يرحمه ويرحم أمواتك يا رب وأموات المؤمنين. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإذا الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. صدق الله العلي أحسنت العظيم. أحسنت. الله يبارك فيك. أحسنت. الله يبارك فيك. شكرا شكرا على هذا الذكر المعطر مولانا. طبعا هنا سمحت الشيخ السائل يسأل يقول نحن على أبواب محرم الحرام، يعني ويقول هل فيما نلاحظ من طقوس كاللطم وضرب القامات وما شابه ذلك، يعني هل هذا مشروع وكيف يمكن أن يعبر الإنسان المسلم حزنه؟ يعني قضية عاشوراء هي صحيح هي قضية مأساوية، لا سيما الطريقة التي قتل بها الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه، وقضية مفجعة، ولكن اليوم لسنا بصدد إقامة يعني المجالس من أجل فقط إظهار الحزن وإظهار التفجع وما إلى ذلك، وإنما إعادة واستعادة إحياء الذكرى وإحياء المناسبة هي لأخذ العبرة،
هي لأخذ الدروس من هذه الثورة الحسينية المباركة وهذه النهضة الحسينية المباركة. فلذلك علينا أن لا نجمد عند بعض الطقوس والمظاهر والسلوكيات التي يحاول أو يدعي البعض أنه يظهر من خلالها الحزن والتفجع على آل البيت عليهم الصلاة والسلام. فنحن عندما نضرب الرؤوس وندمي الظهور والصدور بوسائل متعددة ونطين الوجوه والثياب ونزحف على الأشواك أو الرماد وما إلى ذلك، هذا ليس حزنا وليس تفجعا وليس إظهارا للأسى على آل البيت، وإنما هو تعذيب للنفس وتشويه لقضية الإمام عليه السلام الله. فالإمام بغنى عن كل هذه المظاهر ولا يحتاج إلى دموعنا ولا يحتاج إلى كل هذه التصرفات التي لا تنتمي إلى تراث الحسين عليه السلام الله وإلى ثقافة الحسين وإلى فكر الحسين، لأن فكر الحسين هو فكر الإسلام، فكر القرآن، فكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفكر الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ولم نجد في تاريخ أئمتنا عليهم الصلاة والسلام من فعل ما يشبه هذه التصرفات، فلسنا أشد حزنا وأكثر أسا على الحسين من الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام وممن كان يحيط بهم من أصحابهم الخلص، ومع ذلك لم نجد أحدا على مر التاريخ فعل شيئا مما يشبه هذه الأفعال الذي يحاول البعض أن يسوق لها تحت عناوين التأسي، تحت عناوين إظهار الحزن، تحت عناوين إظهار التفجع والجزع المشروع على الحسين عليه السلام الله. فهذا لا علاقة له بكل هذه العناوين، والحسين بغنى عن كل هذه الأمور. الحسين يريد عقولنا المنفتحة على القضية المنفتحة على الرسالة، ويريد قلوبنا المتفاعلة مع هذه القضية وهذه الرسالة لتتحول سلوكا إسلاميا قرآنيا في أرض الواقع، لا مجرد طقوس نمارسها في هذه الأيام العشر القادمة أو تمتد معنا إلى 20 من صفر ثم نطوي السجل إلى عام قادم. لابد أن تكون الحسين يريد العقول والقلوب المنفتحة والمتفاعلة مع رسالته وقضيته لتتحول إلى سلوك حضاري، سلوك تحرري، سلوك يواجه الظلم، يواجه الطغيان، يواجه الانحراف، يواجه الفساد في كل الواقع، وليس في خصوص الأيام العشر أو الأربعين، بل على مدى الزمن وعلى مدى المكان. هذا هو الحسين وهذه هي قضية. وللأسف أنه بعض الجهات المتحجرة مولانا التي تشد هذه الذكرى وتجعلها فقط طقس أجوف مولانا، وتركز فقط على مجموعة من الخرافات والغلو وما شابه ذلك. الحسين بغنى عن كل يعني هذه الوقائع، ومن ذلك نجد عبر كل هذه الأمور مولانا عبر التاريخ نجد أن هناك خطباء ووعاظ عظماء مولانا كانوا يقومون بدور النهضة والإصلاح، يعني تذكر الشيخ القمي مثلا أو الشهيد الصدر سمعت سيد فضل الله، على كل دائما مولانا يعني كان لهم يعني توجيه وتهديب. نحن لا نبقى الشهر على نفس النهج، ندعو إلى طرح قضية الإمام الحسين كقضية دينية إسلامية إنسانية أحسنت قرآنية تحاكي الإنسان، كل الإنسان، وليست قضية مذهبية أحسنت تتقوقع ضمن طائفة أو مذهب أو فرقة أو جماعة مخصوصة، وإنما نريد الحسين للجميع، قضية إنسانية تحاكي الإنسان، كل الإنسان. أحسنت. لأنه
خليفة جده محمد صلى الله عليه وآله الذي قال عنه الله: وما أرسلناك إلا كافة للناس. ونعم ذلك، وليس للشيعة ولا لخصوص المسلمين ولا لخصوص أهل بلد معين أو أهل جماعة معينة أو أهل تيار معين، وإنما للناس. مولانا، السؤال هنا يقول: ما المقصود عندما يقول القرآن قد خلت من قبله الرسل؟ يعني قد جاءت رسل وانتهت ثم جاء. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في معركة أحد، وانقلبت الصورة وانقلب المشهد بعد تخلي الجنود الذين كلفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالثبات على الجبل ليحموا ظهر المسلمين. فلما تخلوا عن موقعهم ولاحظ المشركون هذه الثغرة وانقضوا على المسلمين، وأصيب النبي صلى الله عليه وآله ببعض الجراحات في تلك الموقعة، وبدأ الناس ينادون: قتل محمد، قتل محمد. فانفض البعض من حوله وبدأوا ينادون: اطلبوا لنا أمانا عند أبي سفيان. وعندما التفت أحد الجرحى، جرحى المسلمين، إلى بعضهم يفرون من ساحة المعركة وسألهم: إلى أين أنتم ماضون؟ فقالوا له: لقد مات محمد. وانتهت القضية، ونحن نبحث عن مكان آخر لنا وموقع آخر لنا. فجاء هذا الوحي الإلهي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يعني محمد صلى الله عليه وآله شأنه شأن سابق الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله في أممهم في فترة زمنية، يحملون رسالة ويحملون منهاجا، ثم قضوا ما عليهم وتوفوا، وجاء من بعدهم رسل آخرين، وهكذا تتوالى المسألة إلى أن آلت الأمور إلى محمد صلى الله عليه وآله. فشأنه شأن سائر الرسل، قد يموت موتا طبيعيا، وقد يقتل في معركة أو غيلة أو ما إلى ذلك، لكن الرسالة التي حملها باقية مستمرة في أمته في ناسه، لا تموت الرسالات بموت الرسول. فذلك كان يقول لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني إذا مات القائد، إذا مات النبي، إذا مات العالم، إذا مات المرجع، انقلبت الأمة عن رسالته وتخلت عن رسالته وصارت تبحث لنفسها عن رسالة أخرى وعن قضية أخرى. حامل الرسالة إذا مات، إذا قتل تبقى الرسالة. لذلك عندما قيل لهم: إلى أين أنتم ماضون؟ قالوا: قد مات محمد. قالوا لهم: إذا كان محمد قد مات فرسالته لم تمت، قاتلوا دون دينكم. فهذه الرسالة باقية. وهذا هو ديدن الأنبياء والرسل والأئمة والعلماء والقادة الذين يقودون الأمم والبشر وفق منهج معين، وفق رسالة معينة. فإذا مات القائد لا يعني موت القضية ولا يعني موت الرسالة. ونحن عندما نتعاطى مع قضية الإمام الحسين عليه السلام الله، إذا استشهد الإمام الحسين وقتل في يوم العاشر من المحرم سنة 61، لكن الرسالة التي حمل لم تمت، باقية. وهكذا علماؤنا، ومنهم سماحة السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه، الذي نحن في رحاب ذكرى ارتقائه إلى الملكوت الأعلى حيث رضى الله ورضوانه سبحانه وتعالى. إذا مات لا يعني أن القضية التي كان يدعو إليها ويعمل على نشر مفاهيمها وقيمها وتعاليمها قد انقضت وانتهت بموته، بل تبقى ما دام فينا إنسان يتنفس، لأنه لم يدعو كأجداده الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله، لم يدعو إلا إلى دين الله
وكتابه وسنة نبيه المصطفى وسنة الأئمة المعصومين عليه سلام الله. وهو الذي كان يردد ويقول قدوتي في كل ذلك وفي جميع ذلك رسول الله. الله فعلا هذا معنى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما الحسين إلا إمام ووصي قد خلت من قبله الأئمة والأوصياء، وكذلك وما محمد وعنيت به السيد محمد حسين فضل الله إلا فقيه وعالم قد خلت من قبله الفقهاء والعلماء، ولكن ما قدمه إلينا من تراث أجداده المعصومين عليهم الصلاة والسلام باق فينا إن شاء الله، وينبغي أن يبقى ويستمر حتى يرث الله، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فعلا كلمة عميقة مولانا، يعني قد خلت من قبله الرسل، يعني فعلا كلمة عميقة جدا تؤكد على الرسالة والابتعاد عن تبقى. صنمية الأشخاص. طبعا نحن لا نتعبد الأخطاء في التاريخ ولا نقدس الأشخاص، تقديس الأشخاص أيا كانوا مشكلة مولانا، مصيبة كبرى. نحن نلتزم الرسالة التي يحملها الأشخاص، ونحترم الأشخاص لأننا نحترم الفكر الذي يقدمون، ونحترم الرسالة التي إليها يدعون. ولهذا كان سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه دائما يقول لا أريد لأحد أن يعمل لمحمد حسين فضل الله، أريد الناس أن يعملوا للإسلام لأني أعمل للإسلام. فعلا مولانا نأخذ اتصال معنا على الهواء مباشرة. تفضل. تفضلوا. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح النور. تفضل. مبارك. الله يبارك فيكم. سيد. الله يخليكم يا رب. مولانا بدي أطرح لك مسألة تعطيني رأيك فيها. تفضل. في حجة كان إلى ميراث من أهلها قيمة شيء $2,000. أم أخواتها ما عطوها إياهم. وقالت لهم أنا مش مسامحتكم، والحجة توفت فجأة. فأخواتها بهال$2,000 اللي كانوا معطوها إياهم عملوا لها فين حجة أو زيارة، هل تبرأ دمتهم لأخواتها؟ بس هذا السؤال. شكرا شكرا على هذا الاتصال. شكرا لكم. الله يخليكم. شكرا. طبعا بالنسبة للمبلغ اللي كان بذمتهم لأختهم، فهي توفت ولم يؤدوا إليها حقها، فبالتالي هذا الحق بعد وفاتها ينتقل إلى ورثتها أولادها، فبالتالي ما بيحق لهم يتصرفوا ويبعتوا لحجة أو زيارة أو أي تصرف من التصرفات إلا بعد استئذان الورثة، لأنه ما بقى هذا المال ملك لإختهم أو لإلهم وإلهم حق يتصرفوا فيه، وإنما هو حق الورثة. فإذا الورثة ما وافقوا فتصرفهم هذا غير صحيح، وتبقى ذمتهم مشغولة بالمال لورثة أختهم. لورثة أختهم. مولانا إذا أردنا أن نوزع طعام في عاشوراء، هل ننويها على حب الإمام الحسين أو عن روح الحسين وأهل بيته؟ كيف يعني تكون نقدم النية؟ هذا الطعام إلى الفقراء والمحتاجين قربة إلى الله تعالى على حب الحسين وفي حب الحسين، لكن قربة إلى الله تعالى. يعني بالمختصر المفيد مولانا، كلمة سليمة تنسجم مع اعتقاد المؤمن والتوحيد ما يقال، لأننا نحب الحسين قربة إلى الله. قربة إلى الله فعلا. يعني نحن لا نحب الحسين لنتقرب إلى شخص الحسين بما هو، وإنما نتقرب إليه ونحبه ونوده ونواليه لنتقرب بحبنا إليه إلى الله سبحانه وتعالى، لنجعل من حبه والتولي له وسيلة للتقرب إلى الله، فكل عملنا لابد أن يكون قربة إلى الله تعالى. جيد. السائلة تسأل عن الجلش والفايبر والطلاء على الأظافر مولانا، تسأل عن الفايبر
والتركيب. الفايبر ما بعرف شو هو. القاعدة الشرعية، أعطينا القاعدة. القاعدة الشرعية المسألة إذا كان الأمر اللاصق على الأعضاء سواء على الأظافر أو على أي موضع من الجسد، إذا كان هذا المادة اللاصقة أصبحت جزءا من البشرة، جزءا من اليد، بحيث أن الإنسان عندما يغسل يده أو يمسح على يده يقال غسل يده، فهذا لا يؤثر. أما إذا كان لا، هذا جزء آخر وجسم آخر فوق العضو، لا يصدق أنه أنا عندما أغسل مع وجود هذا الشيء لا يصدق أني غسلت يدي عرفا، فلا يصح. هلا تقول لي الفايبر، تقول لي شو اسمه، ما صارت واضحة مولانا، ونحن ننزل إلى الواقع ونطبق يعني بهذه القاعدة. جيد مولانا، هل يكفي صلاة الليل الشفع والوتر؟ هل يكفي صلاة الليل الشفع والوتر؟ يعني إذا إنسان غير متمكن أو لم يستطع الاستيقاظ في وقت يكفي لصلاة 11 ركعة واقتصر على الشفع والوتر فلا إشكال في ذلك. مولانا، دعيت إلى مأدبة طعام يعني وكان فيها طبق من الحلزون، فما حكم أكلها مولانا؟ كل ما يخرج من البحر ويعد من ثمار البحر لا أشكال فيه. مولانا يقول طبق من الحلزون، بقول ما يخرج من البحر. الحلزون هذا من أين جايبينه؟ إذا كان بري ليس من البحر، بري بري. إذا بري لا يجوز، حلزون بري مولانا لا يجوز، أما ثمار البحر لا أشكال فيها. بعدين حتى وجوده يعني على الطاولة لا يأكل منه، ولكن لا يحرم الجلوس على نفس المائدة لأنه هو ليس خمر، وفقط المائدة إذا كانت يعني مشتملة على الخمر لا يجوز الجلوس، لا يجوز الجلوس عليها. أما إذا كان عليها بعض الأطعمة المحرمة يجوز الجلوس، غايته لا نتناول من هذا الطعام المحرم. أحدهم مولانا يشكل علينا، يعني أحد الأخوات تشكل علينا تقول يعني كيف يعني نحن ننتظر كل السنة مجالس الإمام الحسين ونحن مع هذه الذكرى يعني نحييها ونتذكر المصاب ومظلوميتهم، مظلومية الإمام، ونطعم على حبهم أيضا، يعني كيف حضرتكم يعني لا تحبون هالأفكار وكيف ذلك؟ يعني أنه أولا لم نقل لا تقيموا مجالس عزاء، نوضح الله، ولم نقل لا تطعموا الطعام في أيام الحسين وعلى حب الحسين، قلنا أن نجعلوا ذلك قربة إلى الله تعالى. يعني لم ندعو إلى مقاطعة المجالس ولم ندعو إلى مقاطعة الإطعام. جيد، يعني قلنا أن نجعلوا ذلك قربة إلى الله تعالى. شو المشكل؟ أنا أقول للأخت أننا يعني على مدار الساعة نحن نتحدث عن أهمية إحياء مجالس الإمام الحسين سلام الله عليه وذكر الإمام الحسين، يبدو أنه فقط من باب التوضيح مولانا، يعني إلا إذا بيعتبروا يعني القضية الإمام الحسين بس بدنا نبكي بدون أن نعي قضية الإمام الحسين وبدون أن نفهم أي شيء عن مشروع الإمام الحسين، فقط لنبكي. إذا فقط لنبكي لا حاجة لهذه الدموع، ولا يحتاج إليها الحسين ولا يريدها الحسين عليه سلام الله. وأنا مصر على كلامي، إذا فقط لنبكي لا خير في هذه المجالس، إذا كانت فقط لنبكي من دون أن نعي قيمة المشروع الحسيني والفكر الحسيني والمفاهيم الحسينية. مولانا، ما رأيكم في صحة المقولة هنا التي تقول يعني يردف أحدهم بالسؤال أنا قتيل العبرة والعبر؟ أولا هذه ما معلوم أنه الإمام الحسين قالها، هذه عبارات نرددها على المنابر، أنا قتيل العبرة والعبرة. ثم لو فرضنا قتيل العبرة والعبرة، المهم العبرة، يعني إذا بكينا الحسين ما بكيناه ماذا نغير إن لم نعي قضية الحسين؟ ماذا نغير إذا لم نستطع أن نكون إلى جانب الحق ضد الباطل، إلى جانب العدل ضد الظلم، إلى جانب الإنصاف في وجه من يأكلون حقوق الناس ويتجاوزون على حقوق الناس؟ أي نفع لهذه العبرات وهذه الدموع التي نذرفها ما لم تغير من طريقة تفكيرنا، من طريقة تعاطينا مع الإسلام، من طريقة تعاطينا مع الحياة؟ كم وكم نرى
من رواد مجالس الحسين عليه سلام الله، وممن يبكون وممن يساهمون في دفع الأموال لإقامة مثل هذه المجالس، ولكنهم يمارسون الظلم على أقرب الناس إليهم. فأي قيمة لهذه الدموع، وأي قيمة لهذه الأموال التي تدفع، وأي قيمة لهذه المجالس التي تقام، إذا لم تغير فيك سلوكا وتحولك من إنسان ظالم إلى إنسان مناهض للظلم، شو قيمة هذه المجالس؟ أيضا فيما يقع اليوم يعني مولانا في فلسطين المحتلة بكل واقع وغزة والعدوان الصهيوني مثلا. أنا أتكلم أنا على المستوى الفردي وعلى مستوى يعني كيف نستفيد الأمم والدول والقيادات وكلها. يعني اليوم أنا إذا كنت أمارس الظلم في بيتي في أسرتي على زوجتي على أولادي، لكنني أبكي في مجلس الحسين وأبكي على مظلومية الحسين، أي قيمة لبكائي ولدموعي؟ هذا لا خير في ولا في دموعي. يعني لابد أن يقرن التأسي بالفعل سمحت الشيخ، لابد أن قضية الحسين إنما نحييها لتغيرنا وتغير سلوكنا وتغير واقعنا، لنتحول من أشخاص بعيدين عن الإسلام إلى أشخاص نعيش عمق الإسلام وروح الإسلام في كل واقعنا في كل تصرفاتنا. لأن الحسين لم يستشهد ليبكى عليه، الحسين لم يستشهد ليستذرف الدموع، إنما استشهد لإحياء السنة وإماتة البدعة، لإحياء الدين والقيم، لإحقاق الحق وإزاحة الظالم والباطل والظلم. هذه هي هدف النهضة الحسينية فعلا مولانا. فإذا نحن عم نمارس الظلم في حياتنا في واقعنا، عم نمارس الغش والاحتكار. الحسين خرج على بني أمية لأنهم احتكروا أموال الأمة وثروات الأمة وجيروها إلى أنفسهم وإلى محسوبياتهم. فأي خير في إن أنا أقمت مجالس الحسين وبكيت على الحسين ولطمت الصدر وشققت الرأس في مواكب الحسين وأنا أمارس الاحتكار وأمارس المحسوبيات؟ وهذا واقعنا يتحدث ويحكي. فعلا لابد لهذه الشعائر أن تكون لها فلسفة مولانا، فلسفة العمل والتغيير. صحيح، يعني لابد أن يقرن التأسي بالعمل، وهذه هي جوهر الإسلام. الحسين لا، ما بده الحسين هذا الضجيج مولانا. على ذكر مذكر كلامكم مولانا، هناك من يسأل يقول الإطعام على حب الحسين عليه السلام هل هو شبيه بشهر رمضان، أو هو شبيه بشهر رمضان لكي يتذكر الإنسان عطش وجوع الفقراء، لأن الإمام سلام الله عليه كان عطشانا وجوعانا عندما استشهد. يعني مش بالضرورة يا أخي، خلي كلامنا خلي كل شغلنا قربة إلى الله تعالى لإنعاش الفقراء. حتى يا أخي الإمام الحسين مات جوعانا ونحن نريد أن نطعم الناس، لا بأس، ولكن أن يكون قربة إلى الله تعالى فقط، قربة إلى الله. نعم، هذا هو نفس الجواب مولانا، وصاحب نفس السائل أيضا مولانا الذي سألك قبل قليل مولانا. البعض يسأل عن الإيجار، عن سؤال عن مولانا عن الإيجار الذي لم يدفع، هل يحق لي أن استأجرت محل مولانا وأتى موعد انتهاء عقد الإيجار، هل يجوز لي أن أطالب صاحب البيت بإعطاء تعويض قبل أن يعني أن أستوفي إيجاري أو أن أطلع من البيت؟ إذا لم يكن هناك أي اتفاق ولم يكن هناك دفع شيء وانتهى عقد الإيجار بينك وبين المؤجر، فليس لك المطالبة بشيء. حتى لو انتهى العقد مولانا بزمن العقد، إذا انتهى يعني زمن العقد خلص، يعني ما يسمى بالخلو مولانا متى يحق خلو؟ هو في اتفاق، يعني مسألة الخلو لها شروط.
أن يكون هو بالأصل دافع أو فيه شرط ضمن العقد في اتفاق وفي يعني إلى شروط معينة وأحكام معينة مش هيك على ذوقي وعلى كيفي أمتى بدي بطلب خلو أمتى بدي ما بطلب خلو وكذا. وجدت قطعة من الذهب مولانا على في شارع مولانا وظلت معي 3 أشهر وأنا يعني أعرف عنها ويعني لم يأتي صاحبها يعني ما تصدق بها عن أصحابها. وإذا ظهر أصحابها فيما بعد مولانا يعني إلا بعض الفقهاء يقول أنه ضامن. مولانا نذرت نذرا ولكن نسيت ما هو النذر يعني فعلا السائل يقول نذرت نذر ونسيت ما هو النذر وأنا خائف يعني وقد يعني تعرضت حياتي لانتكاسة وما شابه ذلك يعني ربط عدم النذر بده يحاول يتذكر إذا كان النذر بالصيغة الشرعية بده يحاول يتذكر وإذا لا نسوها نسوش. كل مولانا يتصدق مولانا ولا يتصدق بشيء قربة الله تعالى بس إذا تذكر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا تذكر بيبقى بيوفي النذر حسب ما تذكر. مولانا السائل يسأل يقول عندي أخ انتحر قبل سنوات فهل الذي انتحر أو المنتحر يصلى عليه مولانا وهل قد يكون كافر أو يعذب؟ هل ليس كافرا ولا يخرج من دين الإسلام ومن ملة الإسلام وبالتالي يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين كأي مسلم غايته هو ارتكب جرما في حق نفسه وحسابه على الله سبحانه وتعالى. مولانا إذا كان يقول ويردف أيضا بالسؤال يقول إذا كان فاقد للأهلية مثلا وكان في وضع نفسي حاد يعني وضع نفسي إذا مولانا. كان فاقد العقل يعني فغير مكلف. أما بغض النظر عن مسألة فاقد الأهلية أو ليس فاقد الأهلية فاقد العقل أو لا هو مسلم يجب أو بحكم المسلم فيجب الصلاة عليه كأي مسلم حتى لو كان أقدم على قتل نفسه. أما مسألة أنه يستحق العقاب هذا أمر الله سبحانه وتعالى وعند الله عز وجل. السائلة تسأل وتقول أنا مريضة في مستشفى مولانا مستشفى غير إسلامي وأريد أن أصلي علما أني لا أستطيع أن أغادر السرير يعني فما هي شروط الصلاة يعني هنا وعلما أيضا أن هنا لا يوجد قبلة يعني متجهة إليها. إذا كان تستطيع أن تتوجه إلى جهة القبلة بشكل صحيح وتقف وتصلي بركوع وسجود تامين فيجب عليها. لا هي تقول أنا يعني نعم إذا كانت تستطيع أن تستقبل القبلة وتصلي من قيام وركوع وسجود بشكل كامل كما الصلاة المعتادة فيجب عليها أن تصلي بهذه الكيفية. أما إذا تعذر عليها ذلك ولم تستطع أن تغادر السرير لسبب وضعها الصحي لا تستطيع أن تقوم من سريرها لا تستطيع فإن استطاعت أن تجلس فتصلي وهي جالسة وتتوجه إلى القبلة إن استطاعت أن تتوجه إلى القبلة. إذا تعذر عليها أيضا استقبال القبلة فصلت إلى الجهة التي تستطيع أن تتوجه إليها بالكيفية التي تستطيع أن تصلي بها المهم أن لا تترك الصلاة. بالنسبة للطهارة مولانا والوضوء إذا لم تستطع أن تتوضأ بالمرة يعني تقول تتيمم لا يوجد بالمستشفى ما تتيمم فيه وهي جليسة ممكن تطلب من أحد أن يحضر لها ولو قطعة رخام ولو شيء من التراب يعني ما عم يجوا لعندها زوار يزوروها من أهلها ويجيبوا لها طعام ويجيبوا لها ويطمنوا على صحتها بتقدر تقول لهم جيبوا لي قطعة رخام وتتيمم عليها أقله يعني ما معقول أن تسد الأمور في وجهها إلى هذه الدرجة. يعني هي تريد أن تأخذ أقصى الاحتمالات مولانا لكي أقصى الاحتمالات تصلي كما هي حتى إذا فقدت الطهورين تصلي فاقد الطهورين يصلي جيد حسب فتوى سماحة السيد فضل الله. جيد. طبعا الأخ يقول في غزة نحن نعاني العطش والجوع ولا أحد من بين الأمة الإسلامية يساعدنا هل السكوت عن ذلك يعد ظلم؟ طبيعي إذا كان إنسان قادر على المساعدة ويمتنع عن ذلك فهو ظالم وهو آثم يعني كل من كان قادر على تقديم المساعدة مهما قلت
ويمتنع عن ذلك فهو ظالم وآثم. وفعلا أنتم قبل قليل مولانا كنتم تتحدثون عن قيم عاشوراء وقيم كربلاء وقيم النهضة الحسينية. كربلاء تتجدد اليوم. أحسنت، ها هذا هو الكلام في واقع غزة، الكلام الجوهري سمحت الشيخ. فعلا هذه كربلاء تتجدد، كربلاء ليست هي مقتل الإمام الحسين فحسب، كربلاء وإن كان تتجسد في قتل كل مظلوم، كل بريء، تتجسد في الصراع بين الحق والباطل. واليوم معركة غزة هي بكل جدية هي معركة بين الحق والباطل. فعلا بوركتم مولانا، حياكم الله سماحة الشيخ زهير قصان، نشكرك في نهاية هذه الحلقة على هذه المشاركة الطيبة سماحة الشيخ. كما أشكركم أعزائي المشاهدين عبر قناة الإيمان، مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر على حسن المتابعة والانتباه، وعلى أمل أن يتجدد معكم اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.